Helaas, Verona, Fiorentina, الدوري الإيطالي السيري السيري أي وش أن كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، أن كيفاش نقولوا باللي وين الشوط الأول وين انتهى بهدف لصفر لصالح في فيرونتينا فيرونتينا يعني شان كيفاش هيلاس فيرونا وفيرونتينا وين دوشان الذي سجل الهدف في الدقيقه 45 عن طريق ضربه جزاء شان كيفاش مارتين كذلك يعود ويسجل الهدف الثاني لصالح فيرونتينا شنا ايدي وين سجل الهدف التقليص لصالح هيلاس فيرونا في الدقيقه 72 شان كيفاش كانت المباراه اللي نقولوا باللي رغم ذلك وين هيلاس فيرونا وين كان مسيطر في المباراة 60% نسبة استحواذ شان كيفاش 501 تمريرة لصالح هيلاس فيرونا 220 فيرونتينا 40% نسبة استحواذ فيرونتينا شان ايضا من جانب هيلاس فيرونا المدرب اللي دخل بخطة 3-4-2-1 جوسيفين مدرب تاع فيرونتينا اللي دخل بخطة 3-5-2 يعني كانت شان كيفاش بوتريمي الحارس تاع فيرونتينا اللي لعب دور كبير شان كيفاش مارتين جيرمان لوكاس شنا إيراك شنا جيكوم شنا سوفيان أمرابط فارنا كريبيري اللي لعب 77 دقيقة شنا كيفاش دوشان مسجل الهدف يعني وين شنا كيفاش إيغوي خوليو شنا كيفاش كريستيان يعني كومي اللي دخل في الشوط الثاني إيفوار اللي نقولوا باللي شنا ماركو في الحراسة تاع هيلاس فيرونا ويلعب يعني رغم أنه تلقى هدفين لكن أنقذ المرمى تاعو شنا ماركو كوريا شنا فيدريكو يعني نقولوا كيما شنا كيفاش ستيفانو اللي دخل في الشوط الثاني ماتيا نيكولا ايدي يعني اللي سجل الهدف في بعد دخوله في الدقيقة 72 ويسجل الهدف التقليص يعني كانت مباراة ونقولوا باللي فيرونتينا اللي عرف بذكاء اللعابة تاعو عرف كيفاش يسجل رغم أن هيلاس فيرونا هو اللي كان مسيطر في الشوط الأول في الشوط الثاني لكن فيرونتينا شان كيفاش عرف كيفاش يسجل هدفين شاهدنا كيفاش هذه الجولة 32 هيلاس فيرونا فيرونتينا وين ينهزم بهدفين لهدف هدفين لصالح فيرونتينا هدف لصالح هيلاس فيرونا في الدور الإيطالي السيري أي.